هعمل لك النهارده فطيره سبانخ. انا عندي عجينه وعندي سبانخ طازه اهو، وعندي بصل وجبنه بيضه وسمسم. خلاص كده. انا بقى هنا هعمل العجينه دي عباره عن ايه. انا هعمل فطيره واحده، فهعملها بكوبايتين دقيق. ماشي، كوبايتين الدقيق دول كده، كوبايتين الدقيق عليهم معلقه خميره، معلقه خميره صغيره، معلقتين من الزيت، رشه ملح ورشه سكر، وهحط حوالي نص كوبايه من اللبن، ولو عوزت ميه اكمل ميه. دي العجينه. تاني، كوبايتين دقيق، معلقه خميره صغيره، معلقتين من الزيت، رشه سكر، رشه ملح، نص كوبايه من اللبن، ولو عوزنا ميه نحط ميه. طيب الحشوه بقى اللي بقول لك عليها دي هتكون عباره عن ايه؟ لا لسه الوصفه دي بعدين كده دلوقتي. الوصفه دي عباره عن ايه؟ سبانخ، بصل، جبنه، سمسم كتير، حوالي نص كوبايه من السمسم، وزعتر لو حبه. يا زعتر يا لا اللي يعجبك. انا مش هحط زعتر، بس هي لا قلت لي يعني ربما اللي يحب يحط الاثنين، او اللي ما يحطش سمسم ويحط زعتر، اللي يريحكم. هحط هنا كوبايتين الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه انا اجيب اصغر من كده واديه فين بقى. معلقه خميره صغيره، رشه ملح ورشه سكر، معلقتين من الزيت كله على بعضه كده، نص كوبايه من اللبن، واشوف بس الميه وخلاص. على ايديك او في العجان بقى زي ما شفت اهي. اهو انا بعمل ناحيتك اهو. هو هياخد حوالي ايه، قولي ربع كوبايه لبن، ميه كمان مش هحط لبن تاني، هي نص كوبايه لبن. ولو عايز تحطي بدل نص كوبايه اللبن معلقتين من اللبن البودره ممكن، شويه ميه صغيرين. معانا جمانه، اهلا وسهلا يا جمانه. اهلا بحضرتك. ازيك؟ انا حطيت بس معلقه ايه دقيق تاني. ايوه كده، عشان قلت هفتكوا حد النهارده. هبدا بقى ان انا ايه، عندي دلوقتي البصل هحوز ان انا اسوي دي، لازم اسويها عشان اطلع الميه اللي فيها. زي ما قلت لك قبل كده، لازم ان احنا علشان السبانخ دي ما ينفعش احطها زي ما هي طازه جوه العجينه، عشان بتنزل ميه كتير جدا. يعني بتلاقي ايه، كيلو السبانخ قد كده وينزل على ما فيش، هو ده الميه اللي بتبخرها منه. فانا هاخد كيلو السبانخ كده بتاعي، ولا نص كيلو، الكميه اللي انت عايزاها. ماشي، انا الكميه دي كويسه كده. افرم رفيع قوي. ابدا بقى ايه، اخد شويه زيت او سمنه اللي يريحك. البصلايه مقطعه صغير خالص كده، معلقتين كبار من الزيت، عليهم بصلايه حلوه كبيره مقطعه صغير. البصل ده بيسكر الحاجه برضو، وعليها شويه ملح، ممكن شويه فلفل صغيرين كمان عليها على البصله، دي ريحه حلوه. ربنا يديهم يا رب. يا رب ان شاء الله على خير. ربنا يرحمهم. الله يخليك يا حبيبتي ويخلي لك اولادك واحفادك. الله يخليك. اما احس بصوا ان بصوا في ميه بتغلي، لما تعملي السبانخ كده تحس لسه في ميه بتطرقع تحت كده شويه. لا لسه، لسه شويه. اما تحس ان بدات ايه، اهي بصوا تحس ان في ميه بتطلع منها. استنى عليها كمان حبه اهي، وهي سخنه كده هنزل عليها جبنه بيضه حته كبيره كده، قولي ربع كيلو مثلا. هنزل عليها نص كوبايه من السمسم، ماشي،
ندعكها بقى حلو جدا، نضيع الجبنه جوه السبانخ عشان دي هتديها طعم بقى. بص العجينه، بص بقى الفرق الخمر اهي اهي، عشان تخمري الحاجه حلو تسيبيها بقى قد نص ساعه، ساعه على ربع كده، ساعه ما يجراش حاجه لغايه ما تبقى ايه الضعف على طول. انت حطاها في طبق تلاقيها ملت الطبق ده، خدها في الصينيه كده، صينية بيتزا كبيرة، كوبايتين دول يعملك صينية كبيرة، أكبر صينية بيتزا اللي هي بتبقى مقاس 30 حاجة كده. كده نسويها ونرفع لها حاجة كبيرة كده فوق، ماشي. زق كمان شوية، حابة تقفليها الفطيرة أو تسيبيها مفتوحة اللي يريحك، تعمليها فطائر صغيرة أشكال بقى اللي تريحك أنت تعمليها هنا، بس لازم تعملي اللي أنا عملته ده في السبانخ، لازم تحط على النار وتفضل نقلب فيها مع شوية بصل أو توم، هي بتحب التوم برضو قوي، لغاية ما تبقى إيه تنزل للربع كده بس، وندخلها بقى الفرن. خلاص خلصت كده فطيرة السبانخ اهي، قطع زي البيتزا بعد كده.